تنطلق أعمال الدورة 19 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي تحت عنوان اللغة العربية منطلقا للتكامل الثقافي الإنساني، وذلك بحضور وزير الثقافة والإعلام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ويشارك في المؤتمر أكثر من 30 دولة عربية ومؤسسة. لتفاصيل أكثر مشاهدينا ينضم إلينا مراسلنا بدر بن أحمد من مقر المؤتمر في الرياض من فندق الكمبينسكي. هل تحدثنا على تفاصيل المؤتمر بدر وماذا سوف يتم مناقشته اليوم أيضا؟ بدر، أهلا زميلتي حفصة. قبل قليل انطلقت أعمال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود. نعلم جميعا بأن عنوان هذا المؤتمر يتحدث عن اللغة العربية منطلقا للتكامل الثقافي الإنساني، حيث يشارك في المؤتمر زميلتي حفصة أكثر من 30 دولة عربية. ولعل من أبرز الموضوعات التي سوف تناقش في هذا المؤتمر ما اقترحه اللجنة المنظمة من إحداث مجلس وزراء الثقافة العرب بجانب اليوم العربي للشعر، وكذلك الأيام العربية الثقافية، بجانب كذلك إنشاء القناة الثقافية الفضائية العربية. جدير بالذكر زميلتي حفصة بأن أنا الدكتور ناصر حجيلان وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية قد ترأس الاجتماعات التحضيرية يومي السبت والأحد الماضي لمناقشة جدول الأعمال الخاصة بالبوابة الإلكترونية للتراث الثقافي الدول العربية، بجانب كذلك مناقشة القرارات التي تم اتخاذها خلال مؤتمر الوزراء الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة عام 2012 للميلاد، والتي ناقشها اللجنة الدائمة للثقافة العربية في اجتماعها بتونس شهر مارس الماضي. ومنها ايضا من ضمن تلك المناقشات التي تمت مهرجان الثقافه العربيه الهنديه، وكذلك مهرجان الفنون العربيه في الصين، فضلا عن دعم المركز الثقافي العربي في بروكسل. اما بخصوص برنامج الحفل الان كما نستمع، انطلق الحفل قبل قليل، سوف يتخلله فيلم وثائقي يتكلم عن اللغه العربيه منطلقا للتكامل الثقافي الانساني، بجانب ايضا كلمه لرئيس المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم، وكذلك كلمه لوزير الثقافه والاعلام السعودي الدكتور عبد العزيز الخضيري. هذا ما لدي زميلتي حفصه، لعل لديكم المزيد من خلال برنامج مساء الوطن. شكرا الكلمة جزيلا. إليك زميلتي حفصة. شكرا جزيلا لك مراسلنا، كان معنا من مقر المؤتمر بدر بن أحمد. شكرا جزيلا لك.